خالي. الحجر بمحله انطار يا رجال. خليكن ناطرين هون وجاهزين على الندى. تعا معي انت ورياض. امرك خاف. الله 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 الله. وما عرفت لوين اخذوه؟ على المغفر يا عقيل. متاكد يا ادهم؟ انا لاحقتهم من بعيد لبعيد لحتى فاتوا فيهم على المغفر. معتز مري خالي. تاخذ حصاني وبتطير لعند ابو حسن على الغوطه. بتقول له بيقول لك العقيده مش هاب فرجع يا رجال. يا عيونك يا خال. ابو الروم مني عقيل. ما بتخلي قطعه سلاح مخبايه بالحرق لو بتطلع، وبدي اياك تستنهض لي كل رجال الحاره على الندى. ابشر. فتحي وين عقيد؟ طالع لي الباروتين المخبايين جوا. بامرك. جاي تقتلني يا سمعة؟ حقك. أنا كنت عم بستناك مشان تخلصني من هالدين اللي حطوا أبي برقبتي من دون ذنب. خد. بس أماني برقبتك. لما بتاخد بتارك خلي هذا عندك رهيني لحتى يطلعوا كل المساجين. مين هذا؟ مثل ما انك شايف ضابط فرنسي. انت خطفته؟ ايه انا. وليش ما قتلته؟ ما لي مصلحة بقتله. انا خطفته كرمال العقيد ابو عرب والمساجين اللي بالقلعة. شبك؟ ما تقتلني وتاخذ بتارك؟ بعد اللي شفته منك بكون ظالم وندل اذا بقتلك. مسك فردك يا صبي وكمل اللي بديته. انا معك بهالشرف العظيم. الله يرحم ابوك، يرحم البطن اللي حملك. عيون ابو شاب. يلا يا رجال فيهم خيالي واسرجوا الخيل. وحياة الشام وعيون الشام. ما بيضل حدا بالسجن وانا ابو حسن. معناتها رح اسبقكم على الحارة عمي ابو حسن. رايحين سوا ابو العز. سرايا القصة كبرت كثير يا رجال. والسلاح وقت عازته بيعادل الروح. منشان هيك كل واحد يدير باله على سلاحه. خلي هي معك. ما بقى لا يصل ابو حسن ورجاله. انا مالي سلاح عقيد. سلاحك انك تضل بعيادتك يا حكيم وفهمك كفاية. امرك عقيد. بالاذن. حكيم. مرني عمي ابو حاتم. مرت عمك اليوم ولادي. خلي بالك معهم الله يرضى عليك. واذا صار لي شيء العيال بامانتك. ما هون يا عمي. قول يا رب. يا رب. خليل خليل. شو عصام؟ معتزوا ابو حسن ورجاله وصلوا خالي. قولوا الله يا رجال. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدم. في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا. Thank you.
سيدك يا سيدي، ما هدولي مساندة. أسمعني أنا بس. هات مفاتيح النظارة يا واطي. هات مفاتيح. اعتز. شوفوا شغلكم خالي. امرك خالي. اعتز اتركي يا اخي، هذا من حصي. خذوه اطلع لك. فوري شو الشباب. ابو حسن شبابك معي تكفك اسره. ولو يا ابو شهاب، هذول اولادنا. وصلوا الدرك حديد. يا رب. يلا شباب حركوا بسرعه. يلا دكوا جوا. وانت يا ادهم انا راح اضل هون بحارب. إذا خلي هذا معك يفيدك. قول الله. Je vous donne un délai de 5 minutes pour ouvrir cette porte et vous rendre. معكم مهلة خمس دقائق لفتح هذا الباب وتسليم أنتم. Sinon j'ordonnerai l'artillerie de détruire complètement ce quartier sur votre tête. Lâche que vous êtes. وإلا سعامو سلاح مدفعية بهد الهرب فوق رؤوسكم أيها الجبناء. شام شامك. شام شامك. ولوس من ضامك يا أبو شهاب. ولوس من ضامك يا أبو شهاب. بك يا شام مو من شيمته الاستسلام. بدها مال المال بيحضر، بدها رجال الكل استنفر. وان ما كبرت ما رح تصغر. وحياة عيونك يا شام. عتز. هاي.